صبرت كتير يا سيد، ودلوقتي هتهبر. تربيتك الوسخة يا سياح الدم. يا بسيبتي عملتي ايه في الراجل؟ عملتي فيه ايه؟ فتحتي اوضه ليه؟ جوزك ما جابنيش على البيت وكان عايز يرد على ايه يا امي؟ يرد على ايه يا روح امك؟ هتعملي لي فيها شريفه انت كمان يا بنت يا بنت، ده انت بتصرمحي ليل ونهار في الشوارع والاسم. بشتغل يا اما بتشتغلي يا بنت؟ ده انت كفايه عليكي رجاله الحاره اللي انت مدوخاهم وراكي ومخيجاهم عليكي في الداخل وفي الخارجه. خلاص يا اختي جت على ده ووقفت. يعني انت كنت عايزاني اسيبه ياخد كيفه مني يا ماما؟ اخلصي. يعني ايه ياخد كيفه منك يا واطشه؟ ليه؟ ما عندوش مره يا اختي تملعينه. انت يا بنت انت عايزه تطفشي الراجل؟ لا يا روح امي، انت اللي تغور في 60 داهيه والباب يفوت عشان بعيد. يلا فيزي قومي، انا مش عايزك. يلا قومي فيزي يلا.